إلى الشمال الشرقي من مدينة السلط تقع بلدة رميمين المشهورة بالينابيع والشلالات، حيث جمالها الساحر يأسر الناظرين وهدوءها يعد ملاذاً للباحثين عن سحر الطبيعة الممزوج بعبق التراث. ويقصد هذه البلدة الزوار والسياح القادمين من كل مكان. نورسات زارت رميمين وعدت التقرير التالي. على بعد 15 كيلومتراً من مدينة السلط تقع قرية رميمين التي تزينها الخضرة الدائمة والبساتين الخلابة، يضفيها صوت مياهها العذبة من شلالاتها وينابيعها الدائمة الجريان. وقد اختلفت الروايات في سبب تسمية رميمين بهذا الاسم، إلا أن البعض يؤكد أنها آرامية ومعناها عائد إلى أشجار الرمان التي تشتهر بها بساتينها المثمرة ذات المذاق الجميل. نورسات زارت البلدة والتقت بكاهن رعية اللاتين الأب فرح حجازين، الذي قدم شرحاً وافياً عن طبيعة المنطقة وكنائسها وأحوال السكان فيها، وقال: رميمين تعتبر من أجمل قرى المنطقة بجمال عرضها، بجمال بساتينها وينابيع المي اللي فيها، وبالأخص بجمال أهلها الطيبين، وإن كان عددهم قليل للأسف بسبب الهجرة لخارج البلد سواء كان لأمريكا الشمالية أو الجنوبية، ولكن أهل البلد هم لهم مكانتهم ولهم وزنهم في البلد، فلأنه علاقتهم مع إخواننا المسلمين هي علاقة جيدة وطيبة جدا، بيشاركوا بعض بطريقة متبادلة في كل أفراحهم وأحزانهم، ودائما في علاقة طيبة بين الطرفين. رعية رميمين سواء كان لاتين أو روم بتعد حوالي 70-80 شخص، والكنيسة طبعا هي تأسست، أول كنيسة تأسست للاتين سنة 1877، وكان أول خوري مقيم فيها أبونا نابون، وبعدها تأسست كنيسة الروم أرثوذكس اللي بتحمل اسم رقاد العذراء. ورميمين هي لا تزال قرية حية بالرغم من قلة عدد سكانها، وفيها كل الاحتفالات الضرورية في الكنيسة بمشاركة الجميع. ويؤكد المواطنون في رميمين أن بلدتهم كانت مزدهرة في القرن السابق، كما كانت مركزا تجاريا يلتقي فيها التجار القادمون من كل مكان. رميمين أظن قرية قديمة، وعم سمعت أنه أصلها كلمة أرامية معناها القرية الكثيرة ينابيع، وكانت حلوة ينابيعها كثير، بس لسه مع الوقت مع المناخ خفت الهاية، كان بس ثينا حلوة، كان يأموها من جميع المناطق لشمة الهواء، أكل الخضرة، الزراعة، تجارة، كانت برضو قبل وجود مخيم البقعة كانت مركز تجاري كبير، من جميع القرى اللي حواليها كانوا يجوا، كان في تجار كبار يودوا لعمان، كان وهبي تماري يجي ياخذ قمحه من الرميمين ويطلع طركات على عمان. كما أشار حصو إلى أن رميمين كانت مأهولة بأبنائها المسيحيين، إلا أن معظمهم هاجروا على دفعات منذ عام 1920، وهو يتمنى على أهلها المهاجرين وأبنائهم العودة إلى بلدتهم أو زيارتها بين وقت وآخر. صار عندنا في مرض مزمن غير ما له علاج للهجرة، ولسوء الحظ أنه معظم اللي بهاجروا بالعالم كله برجعوا لأراضيهم ولقراهم، إلا بعض من أهل رميمين هاجروا وما رجعوش. الهجرة بلشت في تقريبا من 1920، هاجروا بعض الساعة، صاروا الله رحماتهم كلهم شباب على أمريكا الجنوبية، بعديها بكذا سنة بالخمسين بلشوا على أمريكا الشمالية. معظم أهل رميمين هاجرت، ما ظل منها إلا الأعداد القليلة، الأملاك بعدها موجودة أو معظمها. تواصل أهل رميمين بقريتهم مش بطالة، في رميمين كنيستين، واحد للروم واحد للاتين. كنيسة اللاتين أظن تأسست 1885-87، قبل كذا سنة عملنا لليوبيل الذهبي أو المئوي،
عدنا ترميمها لأنه كانت واقعة، نزلناها على الأرض وعادوا بنائها من نفس الحجارة، والحمد لله الأمور كويسة. ولكن في شغلة الهجرة أنه الأهل البلد الساعة جدا جدا قلال في بعض العائلات بس المسيحية هنا. وحيث أنها تتميز بجمال طبيعتها وفواكهها المتنوعة وينابيعها العذبة وشلالاتها الشهيرة، فقد كانت تحتوي الرميمين على طواحين للقمح ومعاصر حجرية للزيتون وخيرات كثيرة يستفيد منها الزوار والمارة. بلدية الرميمين بلد قديمة بعد السلط، هي الوحيدة بالقرى، كان بيها 6 طواحين على السيل، 6 طواحين كانت السلط محيط بني حسن خرابشة، كنيسة التي عمرها سالم الوهبان قبل حوالي 120 سنة أو 130 سنة، شايف؟ بعدين سووا كنيسة الروم، كنيسة الروم الثانية سووها، عملوا للشباب للبلد مع المحيط كان يصلي بيها، 6000 نسمة ظلوا بالبلد كلهم رحلوا أمريكا. قرية الرميمين مشهورة بالزراعة بشكل عام وفيها عدة أنواع فواكه، منها الرمان أكثر إشي تقريبا، وفي تين وفي حمضيات بشكل عام، ومشهورة كمان بالزيتون. واللي بيساعد إنه الزراعة تكون نشطة وكويسة بهذا المكان بهاي القرية إنه متوفر فيها ينابيع مياه وفيها الشلالات الرميمين، هالإشي اللي بيساعد أكثر إنه يكون الإنتاج الزراعي فيها جيد نوعا ما. وأكثر ما تتميز به بلدة الرميمين علاقة الألفة والمودة والتآخي بين سكانها من مسلمين ومسيحيين، حيث كان أهلها وحتى اليوم يعيشون أسرة واحدة، يتبادلون الزيارات ويتشاركون سوية في المناسبات. صدق إن اتجوزت بنت عندهم نروح على سهرتهم نحضر سهرتهم، إن اتجوزت بنت عندنا بيحضروا كل ما من النسوة والبنات والأولاد بيحضروا وزلام يحضروا الحفل السهرة، صار عرس عندهم فاردة نمشي معاهم ومبتهم على السهرة على القاعات على الحفلات نمشي معاهم، نفس الشهومة بيمشوا معانا. تصدق ما في فرق تفرق بيننا وبين قول مسلم ومسيحي إلا إخوان أهل صداقة ومحبة. يعني تجوز البنات بجرعد، جرعد هذيك إنه رحنا سرنا عندهن عند العروس الكبار باتن وإحنا صغار روحنا. ردت أختي اللي تجوزت أحكي عن نفسي تجوزت برمامين عندنا هون، أجل فزع لابسات عبي وفزع الكبار باتن عندنا والصغار روحنا على جرعد. أم جوزه صبيحي علان وين ما جاء كنا أخوان وكنا أهل وكنا أصحاب. صدق امبارح اجتمعنا عندي هون صبايا بنات البلد هون، يعني من دون ما أخذ إحنا بقول بلاش أقول بنات مسيحيات، أخوان إن اجتمعنا مع بعضنا أحسن قاعدة وأحسن هيك.